تدبر كلام الله واعتمد الخبر، ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر، ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى، هم شهدوا التنزيل لعلك تنجبر. وكن موقنا أنا وكل مكلف أمرنا بقفو الحق والأخذ بالحذر، وحكم فينا بيننا قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر. ملاحظة أيها الإخوة، قال الشيخ عبد الرزاق البدر في شرحه للرائية: القديم ليس من أسماء الله الحسنى، ولا يطلق على الله تبارك وتعالى إلا من باب الخبر، وإنما من أسمائه تبارك وتعالى الأول، والأول ليس مثل القديم، لأن القديم قد يكون قبله شيء، ومنه قوله تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى شرح الرائية. وفقنا الله وإياكم لكل خير. سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر، وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر. فقيل لنا: ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر، أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر. فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر، وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر، خلاف الذي قد قاله واتل واعتبر. وما اجتمعت فيه الصحابة حجة، وتلك سبيل المؤمنين لمن سبر، وما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم رد بل زجر. ففي الأخذ بالإجماع فاعلم سعادة، كما في شذوذ القول نوع من الخطر. ومعترض أترك اعتماد مقاله يفارق قول التابعين ومن غبر. وأمثل أهل العلم فينا طريقة، وأغزرهم علما مقيم على الأثر، وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره يصغي إلى كل من هذر. فدع عنك قول الناس فيما كفيته، فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر. لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهض بما أمر. وخلف فينا سنة نقتدي بها محمد المبعوث عونا إلى البشر، ومن على المأمور بالعقل آلة بها يعرف المتلى من القول والعبر. فلا تك بدعيا تزوغ عن الهدى وتحدث، فالإحداث يدني إلى سقر. ولا تجلسا عند المجادل ساعة، فعنه رسول الله من قبل قد زجر. ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر. ولا تسمع عن داعي الكلام فإنه عدو لهذا الدين عن حمله حسر. وأصحابه قد أبدعوا وتنطعوا وجازوا حدود الحق بالإفك والأشر. وخذ وصفهم عن صاحب الشرع إنه شديد عليهم للذي منهم خبر. وقد عدهم 70 صنفا نبينا، وصنفين كل محدث زائغ ذعر. فذو اللفظ منسوب إلى الشرك عادل عن الحق ذو بهت على الله والنذر. وعقدي صحيح في الخوارج أنهم كلاب تعاوى في ضلال وفي سعر. ويوردهم ما أحدثوا من مقالهم لظا ذات لهب لا تبقي ولا تذر. وأبرأ من صنفين قد لعنا معا، فذا أظهر الإرجاء وذا أنكر القدر. وما قاله جهم فحقا ضلالة، وبشر فما أبداه جهلا قد انتشر. وجعد فقد أرداه خبث مقاله، وأما ابن كلاب فأقبح بما ذكر. وجاء ابن كرام بهجر ولم يكن له قدم في العلم لكنه جسر.
وسقف هذا الأشعري كلامه وأربى على من قبله من ذوي الدبر، فما قاله قد بان للحق ظاهرا وما في الهدى عمدا لمن ما زوى الذكر. يكفر هذا ذاك فيما يقوله ويذكر ذا عنه الذي عنده ذكر، وبالعقل فيما يزعمون تباينوا وكلهم قد فارق العقل لو شعر. فدع عنك ما قد أبدعوا وتنطعوا ولازم طريق الحق والنص واصطبر، وخذ مقتضى الآثار والوحي في الذي تنازع فيه الناس من هذه الفقر. فما لذوي التحصيل عذر بترك ما أتاه به جبريل في منزل السور، وبين فحواه النبي بشرحه وأدى إلى الأصحاب ما عنه قد سطر. فبالله توفيقي وآمل عفوه وأسأله حفظا يقيني من الغير، لأسعد بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر.